والروح والدم نفديك يا سجين، بالروح بالدم 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 نفديك يا سجين. السلام عليكم أيها الأحرار الأشراف، الأوفياء، السلام عليكم أيتهن الحرائر المرابطة. بكل فخر واعتزاز وشموخ ورفع رأس أن نقف في هذا المكان الطاهر أمام منزل المعتقل شاكر عبد الرسول، بالإضافة إلى بقية المعتقلين سلمان وعلي وجميع المطاردين والمغيبين والسجناء الذين يعيشون تحت القضبان. أحبتي، هذا الفخر والاعتزاز لهم وهو أمر يسير بالنسبة إليهم، لأنهم ضحوا بأنفسهم وضحوا بعزتهم وضحوا بكل ما لديهم لأجلنا، لأجل حريتنا، لأجل شموخنا، لأجل أن نعيش أحرارا بعد العبودية التي عشناها سنون وسنون. وفقكم الله وأيدكم ونصركم، السلام على الشهداء، السلام على السجناء وعوائل السجناء الصابرين والصابرات، السلام على المطاردين الذين يعيشون الفاقة والذين يعيشون المعيشة التي أدنى من السجين، لأن السجين يعيش وإن حصل التعذيب إلا أنه يعرف مصيره، لكن المطارد والذي غيب عن أهله لا يدري إلى أي واد يلجأ ولا يدري إلى أي ركن يهدف. أحبتي، لا أريد أن أطيل عليكم، شكر الله مساعيكم. نسأل من الله، من شهدائنا ومن مطاردينا ومن سجنائنا، أن يقبلوا منا هذا الشيء اليسير بهذه الحركات السلمية المباركة التي لا تبرح الساحات، وسيتحقق النصر إن عاجلا أو آجلا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، بالروح بالدم نفديك يا سجين.